دكتور عاصم الشامبي استشاري طب كبار السن. ذكرتم اليوم في العرض قد يصل في عام 2060 عدد المصابين بمرض الزهايمر الى 14 مليون، عدد كبير. ممكن تقدموا على هذه الاحصائيات؟ طبعا هذه الاحصائيات هي احصائيات مبنيه على الحقائق اللي موجوده الان، وضعا في الاعتبار انه العمر الانسان ان شاء الله حيكون اطول بتقدم العلم وتقدم الرعايه الصحيه المقدمه. كذلك الحقيقه اللي موجوده انه مع كل ما نكبر في السن كل ما زادت خطر الاصابه بقصور وظائف الذهنيه بشكل عام ومرض الزهايمر. طيب دكتور، الوقايه خير من العلاج؟ مع تقدم السن ايش السبل للوقايه؟ او خلينا نقول اخر اعراض. طبعا شوف، نمط الحياه الصحي من الاشياء اللي بدون مبالغ بدون شيء انك ممكن تمارس نمط حياه صحي. اثبتت الدراسات انه نمط الحياه الصحي من افضل الوسائل، نمط الحياه الصحي يعتبر من افضل الوسائل للوقايه. يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. النوم في الليل والحفاظ على النوم العميق يعتبر من الاشياء الكثيره اللي تحافظ على الوظائف الذهنيه. تعلم المهارات الجديده، المهارات الجديده من ناحية التعليميه، اللغات. وكمجتمع اسلامي نجد في حفظ القران الكريم وتعلم تفسيره وتجويده، هذه كلها تنمي المهارات الذهنيه. وممكن احنا يعني نعمل هذا الموضوع يكون اجر ديني وكذلك تقويه ذهنيه. نعم. كيف يكون دور المؤتمرات؟ يعني هذه النسخة الخامسة من مؤتمر دبي. صحيح. كمختص كيف يكون دور المؤتمرات في التوعية للمجتمع؟ شوف، يعني اليوم أنا المحاضرة كنت ألقي الضوء على الدراسات اللي في المملكة عندنا وقاست موضوع الوعي بهذا المرض. وكانت التوصيات هنا بزيادة يعني الجهود المبذولة لتوعية المجتمع والكادر الطبي والقائمين على المرضى اللي هو مرضى الزهايمر. هذا المؤتمر السنة الخامسة الآن يشكر صراحة المنظمين. احنا برعاية كريمة من سمو أمير الرياض، سمو الأمير رمضاوي، يعني دعم كبير صراحة انه يكون في مثل هذه المؤتمرات بهذه الجودة. عدد المتحدثين 30. شخصيا انا استفدت كثير صراحه بالمستجدات. حضور كبير من الطلبه، من اطباء المقيمين، من التخصصات الاخرى من الاطباء. اعتقد وجودها جدا جدا صحي. تمام دكتور، حسب الاحصائيات ذكرت كل ذات ثواني صحيح مصاب في السعوديه 130,000 مصاب حاليا، والعدد قد يكون مرشح للزيادة. صحيح. السؤال، لو أنا أسرة عندها مريض الزهايمر، إيش الوصية كمختص للتعامل معها؟ شوف، إحنا مرض الزهايمر فيه له مراحل، في مراحل أولية، في مراحل ما قبل ظهور الأعراض، في مراحل متوسطة ومراحل متقدمة. أنصح بزيارة طبيب أعصاب وطبيب مختص في طب كبار السن والشيخوخة، لأنه الحديث يطول عنها. وهذه الأشياء كما في حلول غير الأدوية في كيفية التعامل، التعامل النفسي كيف تتعامل معه نفسيا، هذه كلها يبغى لها زيارة صراحة. ومثل هذه المؤتمرات نعرض فيها أحدث الطرق العلمية الحديثة في كيفية التعامل. لكن نصيحة باختصار، يجب زيارة مختص في هذا الموضوع. آخر سؤال، تطور المرض إلى إيش الأخير؟ للأسف تطور المرض يصبح الإنسان معزول تماما عن محيطه، يصبح غير قادر على التفكير بشكل منطقي، تذكر الأحداث القريبة والأحداث البعيدة كذلك، وتحصل في مرض في نهايته. المؤسف في الموضوع أنه مع تدهور الوظائف الذهنية يكون عندنا مشاكل في الوظائف الحركية كذلك، وظهور الأعراض النفسية، وهذه الشيء المزعج من عدم الحديث أو عملية عدم النوم في الليل، عدم الأكل، نزول الوزن بشكل مرة كبير، ضمور بعض العضلات، وعدم القدرة على البلع. فيعني أنا يعني مرض الزهايمر مرض يعني جدا صراحة أنا أعتبره مرض يعتبر وحش، يعني يداهم الدماغ ويكسر كل الأشياء.
فيكون المريض مفصول تماما عن محيطه، وهذا أصعب شيء. أصعب حاجة أن الإنسان يجد أن أمه ما تتعرف عليه أو أبوه ما تتعرف عليه، هذا الشعور جدا قاسي، جدا جدا قاسي، وإحنا نشوفه بشكل يومي. يعني أنا كنت أتكلم حتى أطباء إحنا نشعر بهذا بشكل يومي، نشعر بهذا الموضوع لأنه يعني قرب منهم يسبب كذلك ألم شوية. استمتعوا مع أبائكم وأمهاتكم، خصوصا لو كانوا بصحة جيدة. في ناس كثير فقدوا أهلهم وفقدوا أمهاتهم وأبهاتهم، فإذا لقيت وقت الآن نصيحة، إذا لقيت وقت أمضي وقت أكثر مع والدك. وناس فقدوا أباهم وهم على قيد الحياة، هذا فعلا. يعني لو تسمع كيف الردود الأفعال من الأهالي، أنه يعني مجرد أنه بس ذكر أنه هو أمه ما تعرفه أو أبوه ما يعرفه فقده، فيعني هذا الشيء مؤثر جدا. دكتور عاصم الشمبري أستاذ طب الأسنان، شكرا جزيلا. أنا سعيد جدا، أنا شاكر ومقدر صراحة حضورك وشاكر الأسئلة حقتك، وإن شاء الله أكون أفدتكم بالإجابات. يعطيك العافية.